السلام عليكم، انا كبيره من عيل القليعه. عندي واحد المشكل من 2018 وانا كنادي هاد الناس باش يلتفتوا ليا لهاد الشكايات اللي كندير، وما كاينش حتى واحد اللي رد ليا البال بالنسبه لهاد السيد هاد التقني وهاد السيده اللي معاونه هذه المساعده ديال المهندس وهذا المقدم اللي داروا هذا المشكل. عطاو الوراق ديالي والوثائق ديالي الخاصه بالنسبه للبلان ديالي ووراق من الرخصه باش بنات به السيده جارتي، واداتني في ذاك البني. علاش اداتني؟ حيت انا حنا عندنا واحد الضاله اللي مشروكه، الضاله السفليه، يعني السيده ماشي اداتني حده ورقيه غنهضر على الوراقي، كنهضر حتى على هذا المشكل اللي هي السيده بنات بالوراق ديالي وشحال من 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 بودره لغاتها. لان داك البني خطر عليا انا، داكشي علاش قلت لهاد الناس اجي وشوفوا الناس التقنيين اللي كيعرفوا في البني. ودرت شكايه للسيد القايد وما التفتش ليا، ما تسوقش ليا نهائيا. من بعد اخوتي درت شكايه عاوت رئيس الجامعه وقلت ليه الله يجزيك بخير، عندي مشكل في الدار، هاد الناس عطيتو الوثائق ديالي. بالنسبه لهذا رئيس الجامعه، الا هاد السيده كتعاونو في الانتخابات ديرو كدير لي الحمله، الله يسخر لي يعطيها يصيب لها من عنده ولا يساعدها من عنده. ما يمكنش يعطوا الوراق ديالي انا يعطيهم لهاد السيده تبني بهم وتاديني في البنيه. انا ما كتهمنيش هاد الوراق، ما كيهمونيش، واخا هما عطاو هاد الوراق ما تيهمونيش، ولكن هاد السيده اداتني في البني، اداتني بزاف، وانا كنادي جميع المسؤولين وجميع الناس اللي كيشوفوني. هاد الناس راه ادوني بصفه كامله في الذات ديالي وفي صحتي من 2018 وانا كنتقاتل مع هاد الناس وما باش يبينوا لي حقي. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. درت شكايه عاوتاني، عاوت نهضر مع هاد الناس على هاد الشيء، نيت نهضر معاهم قلت لهم هاد الورقه ديالي، قال لك لا هاد الوراق راه بحال عندك بحال نفس الرخصه ديالك بحال الرخصه ديال السيده. لا يعقل انيا سبقها باربع شهور ولا ست شهور ديال البني ودير نفس التاريخ ديالي، ما يمكنش. انا راه ماشي به، راه واخا انا ما قاريش حتى نعرف شنو وديكلاريت. قال لك هاد السيده هي عندها الورق ما كاين مشكل، ولكن هاد السيده دخلوا لدارها وشوفوا البني ديالها اللي دارت كتاديني فيه، حيت انا عندي ضاله مشروكه مع هاد السيده كما يشهد الجميع. وانا هاد الناس صيفتهم السيد الرئيس، صيفتهم عندي ضحكوا عليا، قالوا لي احنا درنا المعاينه والمعاينه ما داروش عند السيده اللي عندها المشكل اللي انا دايره الشكايه بها باش يدخلوا عندها يشوفوا المشكل اللي داروا هاد التقني وهذا المقدم. يعني ما داروا حتى حاجه، ما دخلوش عند السيده حيت ما اولا واحد الحاجه ما عندهاش الوراق، دازوا عليها وقال لك راه درنا المعاينه. قال لهم بس ماشي مشكل، مشيت عندهم قلت لهم هذه المعاينه فين درتوها؟ قال لك درنا على حساب بان كل شيء مصايب. ها انتم اخوتي انا عاود هاد المعاينه اللي داروا هاد الناس، ها هما راه درت عاون القضائي تبت لي بان هاد البودرات ما كاينينش، وهاد الناس هادو كيقولوا بان داروا معاينه. ها هي ها هو ثلاثه الناس اللي داروا معاينه، ها هما عندي في الورقه كما تشوفوا وداروا معاينه، ولكن هاد المعاينه كذبوا عليا فيها وانا ما كنسمحش باش يكذبوا عليا ويضحكوا عليا ويستغلوني. انا ما انا امراه خدامه على وليداتي وما عنديش راجل يهزني وتنضرب تماره بالليل وبالنهار باش نوصل لهاد الشيء وعندي الكريدي في ديك الدار. ودابا انا خويت داري علاش؟ حيت المقدم مني هضرت على ذوك الوراق ما بقاش كيعطيني شهاده السكنه. ها هي انا درت الشكايه شحال من مره للقايد، وفي شهر 5 2020 في شهر 5 2021 في شهر 5 في 21 شهر 5 فاش كيديروا الناس هذاك الشيء ديال التلقيح، مشيت عند المقدم وبدا كيضحك عليا. انا ما عنديش فاش ندير لا شهاده السكنه دابا لا فين ندير شي حاجه، واخا داري ملكي ديالي ملكي ما بقيتش كنشد عليها شهاده السكنه. ودرت لهم شكايه في العماله، تنتمنى من السيد العامل الله يجازيه بخير ويخلي له صحيحته، راه درت واحد النداء وفي شحال من نداء ولكن بجن جدوى، كنتمنى يسمع هاد النداء ديال الله يجازيه بخير، الله يخلي له صحيحته ويخلي لي وليداته. هاد الناس راه حقروني، هاد الناس راه حقروني، راه سيدنا راه دار الناس اللي تينوبوا عليه، هاد الناس راه حقروني. راه ما عندي فين نمشي سوى الله تبارك وتعالى، حسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس. راه ما عندي فين نمشي، هاد الناس راه كندير الشكايه للعمل وتيرجعوها للواقع، تيرجعوها لهذاك السيد، تيرجعوها للقيد وترجعوها للباشا وترجعوها لرئيس الجماعه. هاد الناس وهاد الناس كلشي عندهم يد في هاد المشكله، ترجعوا لهم شكايه. انا كنقول لهم شوفوا مع السيده ما كيعيطوش ليا نهائيا، كنبقى نتسنى كيما كنتسنى. دابا راه هذا الرابع ست سنين وكيقول لك تسناي، راه غندير. ودابا راه عندي شكايه للسيد الوكيل الله يجازيه بخير ويخلي لي صحيحته، تنتمنى من الله عز وجل يشوف يلتف يشوفوا لهاد الشكايه
وراه عندي امل كبير في الله عز وجل، حيت هاد الناس غايديروا خدمتهم، حيت الوكيل 100% راه هو تيدير خدمته الحمد لله. والناس هادوك الجندرم ديال القليعه حتى هما راه هما كيخدموا مزيان، الله يعززهم بخير، عندهم الاوديوات وعندهم السيديه ديال الشكايه وعندهم جميع الادله اللي كتثبت هادشي اللي كنهضر عليه. وتنتمنى من السيد الوكيل الله يحفظه ويجازيه بخير، راه الحمد لله الملك ديالنا الله يحفظه وينصره ويخليه لينا، راه ديال الناس اللي كينوبوا عليه ويتوكلوا عليه، راه الناس راه ماشي سيدنا سد علينا عيني، راه لا حل عيني وكيشوف فينا، بينا ديال الناس اللي كينوبوا عندنا في المحكمه الله يجازيهم بخير، الناس القضاة ديال الاكادير، الناس اللي كيشوفوا بالرحمه ويشوفوا هذا الشيء. هذا الملف انا طرحته لهم الله يجازيكم بخير، الناس حقروني، راه مرت في تحتي، راني كنعاني في صمت خويا، انا مرت وليت كنطيح، دابا حاليا طحت من الدروج ديك النهار حيت وليت كنطيح في الاعصاب، طحت في الدروج مشى لي فمي كلشي، طاحوا لي سناني بهذا العصب اللي داروا فيا هاد الناس، كنمشي وما كانش يشد لي حقي، كنبقى تما حدا القياده الثانيه، كنلقى داك المقدم خارج عندي وكيتسناني. تصور انا كنمشي باش ندخل عند القيد، ما عمري دخلت عنده، تصور انا كندير نوقف تما حتى كنعيو ونزيد في حالاتي، ما عمري دخلت عند القيد باش، المهم راه شاكي عليه ديجا وداير معايا محضر الاستماع في هذه المشاكل كلشي، عاودتهم ليه وكان معاه السيد الباشا وهضرنا في هذا المشكل، وقال لك لا لا غيتحل هذا الشيء صبري علينا، وانا كنصبر عليهم. في 2020 هذه السيده عاود بدات كتبني بالوثائق ديالي، وعاود شكيت للسيد القايد وصيفط المقدميه، وبقاو يمشيو يجيو عليا ما تقريبا شي 3 شهور ما كيمشيو يجيو عليا، ما داروا معايا التحل، شويه رجعت عاوتاني لهذيك الجامعه، والجامعه ما دارت معايا التحل، كيديني وكيجيبوني كيديروني جيم تعيت، ودرت عاوتاني شكايه للعمل عاوتاني في 2020 ها هي درت لها شكايه ولكن بدون جدوى، كنتسنى تعيت باش يكون الرد، ما كاينش الرد، ها هي عاوتاني تاع هذا طلب ولكن شكايه في نفس الوقت، هو طلب ولكن شكايه، باش انا ما عنديش باش ندير انايا شي خبره تشوف لي هاد الدار هادي، انا راه انا هاد المشكله هاد الدار بنسكن فيها، السيده كتقول لك انا درت هادشي باش يشيط ليا شويه باش انا بغيت نبيع، ما دايرش السكره قدام هاد الناس ديال اعوان السلطه، كتقولها عادي. ومره اخرى عاوتاني ما خليت ما جريت ما خليت ما درت، قالت لهم هاد السيده اللي ما سداتش فما على هاد الدوسي ديالها قدام المقدميه، قالت لهم غنضرب عيط لولدي وضرب عليها 2 مليون ونسد هاد الدوسي هذا، ولكن ما غاتسدش عليها الدوسي، الحمد لله انا عندي الاثبته وعندي الادله القاطعه في هذا الدوسي هذا، وكنتمنى جميع المغاربه وجميع الناس كبار وصغار وجميع اليوتيوبر والناس اللي هذا بغيتهم يديروا هذا الشيء، يحاولوا يبارطاجيو باش انا نشد حقي، راني مرت شفتوني راه ماشي هي هذه الانسانه باش بدات 2014 2018 اخويتي، راه ما بقاش عندي السفر، ما بقاش عندي شنو نهضر، ما بقاش ما عرفتش شنو نقول لكم، راه هاد الناس ضيعوا لي حقي بزاف، وتنتمنى من الله ومن سيدنا الله ينصرو ويخليه علينا، الا سمع هذا النداء يحاول هاد الناس يشوف هاد الناس اللي كيديروا بحال هذا التزوير، هذا راه التزوير هذا، وهاد الناس خدموا بالوراق ديالي انا ما قلت لهم والو، ولكن هذيك الدار اللي كتشكل لي خطر بغيت هادوك الناس يدخلوا لها، وفعلا درت انا خبره عاوتاني من عندي، درت خبره خلصت ليها الواجبات ديالها، هي الخبره ها هي، تنتمنوا تشوفوا هاد الخبره اش قالت لرئيس الجامعه، شدوا مزيان على هاد الكلمات اللي قالت على رئيس الجامعه، حيت السيده تاهي ما دخلتش للدار جد عندي، انا دارت عندي الخبره وتتمشي وتجي عندي تعيات، قالت لي شوفي نقول لك نصيحه، انت باقي بتشدي من عند هاد الناس الوثائق ديالك ديال ولادك، تلاقيه قالت لك كنصحك من تبعي حتى واحد، راه ما بقاوش هاد الناس يعطيوك شهاده السكنه، من عرف هاد السيده واش نصيحه هذا ولا تهديد انا ما عرفش، ولكن في الاخر هاد السيده مني طلبت الطلب لا السيد رئيس الجامعه هاي كما كاين، هي دارت لي الطلب والرد ديالو هو الرد ديالو هو اللي دار ليها باش 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 عاود جاوبها رئيس الجامعه، قال لها ما نعطيك والو، هاد الشيء اللي قال لها بزاف الشكايات هنا خوتي، بزاف ما يتقال هنايا، كنتمنى هادي راه العمله هاد الشكايه ديال العمله ها هي كما تشوفوا السيد العامل، ولكن ما جاني ترد عليها، هي كما كتشوفوا ما شدوها وسكتوا، كما كيتشدوا شحال من شكايه شدوها وما كيعيطوش ليا ما كيجاوبوني، كنتمنوا يلتفتوا لهاد المشكل ديالي، حتى انا مواطنه مغربيه وكنحمل الوثائق المغربيه، خصني نشد انا الوثائق ديالي على داري وداري الملك ديالي وشاريها بذراعي بفلوسي وما كنشدش عليها شهاده السكنه، ماشي لا يعقل، انا راه واحد الوقت كنت نمشي لبرا وهاد السيد كاع معطاني الوثائق وعندي الوثائق ديال برا بينا صحاحين، وعطاني للوثائق عطاني على واحد الجهه ماشي ساكنه فيها ما والو ما كتعني ليا والو، عطيني واحد شهادة تسكن على ماشي زعما علاش داري ماشي داري ما والو، عطيني شهادة تسكن عليها، صدقتني مش شديت دوك الورق تاع برا تاع الوقت تاع برا هما كاينين عندي، إلا بغيتي نصورهم لكم غنصورهم كاينين عندي،
صدقت ما مشيت لا برا لا والو حيت هذا السيد عطاني الورق غالطين شديت رجعت عنده عاود عطاني نفس الغلط اللي كنت ساكنه فيه ما ساكنش فيه هذيك الدار ما ساكنش فيه عطاو عاود ثاني عاود على ديك السكن اللي عطاني وهذا المقدم راه ظلمني وهاد الناس ظلموني انا كنطلب من الله تبارك وتعالى والسيد العمل يشوف هاد النداء تنطلبو كنترجى الله يخلي لي صحيحته الله يعمر بيكم من عليه بخير وتنطلب الناس كل شيء ديال القضاء يوقفوا معايا ويديروا معايا شي حل في هذا المشكل ديال مع 2018 كانت قاتل مع هاد الناس وما كيهضروا عا بالتليفون عليا وانا ما كنقدرش نجاوب صافي كيهضروا بالتليفون مع داك اللي غنمشي عنده صافي فرات صافي هادشي اللي خاسرين عليا هاد الناس حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل شنو نقول اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.